صباحكم الله بالخير من جديد. تسجيل من ون بلس 5 تي تاريخ ما ادري كم على يعني 3/12 يلا. ريزر فون وتجربة ريزر فون يعني جيد، جهاز جيد. ما عجبني بصراحة، ما راح امسك ايدي واستخدمه كذا. جيد بس. صرف الطاقة على جهاز ميت 10 برو اعلى من ميت 10 العادي. نعم. هذا الامر ملاحظ يعني يوم ونص تجربة. ملاحظ ان البرو اعلى من العادي بسبب نوع الشاشه، ما ادري وين المشكله، لكن الحين بسوي له كاستمايزيشن اعدل فيه بعض الامور، يمكن يتحسن، يعني يمكن تطبيق معين هو السبب مثلا، لكن الاغلب الشاشه. شاشه ون بلس 5 تي اجمل من شاشه ون بلس 5، يعني عنده وضع الجهازين بجانب بعضهم البعض، الالوان افضل في التي، مع ان كل شيء نفس الشيء، حتى لون الخلفيه، حتى الارتفاعات، حتى يعني حاولت اساويهم، حاول تلاحظ السطوع، غير السطوع، واحد فول اتش دي، واحد فول اتش دي بلس، واحد باستغلال كامل المساحة، واحد 5.5 شاشته، طبعا واحد 6 تقريبا، واحد 5. فأشوف ان التي ألوانه أجمل، يمكن غير نوع الشاشة أو الشاشة أحدث. سكرت السنة خلاص، باقي اتش دي سي يو 11 بلس، الجهاز اللي محترم يستاهل فلوسه ون بلس 5. تبي التي ممكن يعني كتحديث، واللي مو عاجبه طبعا عندك مثلا 6 انواع من الجدار تقدر تضرب راسك فيها. بالنسبه للجدار اللي فوق ممكن اوفر لك سلم مثلا على حسابي. فخلاص السنه سكرت، جربنا كل الفلاج شيب كله في تاخير. الوحيد اللي مسكته بدون مشاكل، حاب نذكركم ان هذا الجهاز اوفر ريتد. جهاز اوفر ريتد، يعني شنو اوفر ريتد؟ يعني اوفر ريتد لاقطينها من المسلسل، جهاز اوفر ريتد. لا تنسون هذا الامر لان الجهاز شارينه على حسابنا فلازم نضربه. بس هو شنو؟ ما حد سالني وقال لي ليش الجهاز اوفر ريتد؟ لان احنا الريت تجي شركات تعطينا فلوس ونقول ان الجهاز زين، ونخبص ما بين اجهزه الفلاج شيب والمتوسطه والضعيفه، ما نعرف الفرق ما بينها، نخلي الجهاز الضعيف فلاج شيب ونشتمه. واحد ارسل لي جهاز اوبو اف 5 انت قلت عنه انه معالج ضعيف لكن طلع فلاجشيب. ارحموا من في الارض يا جماعه، الرحمه والله. اوبو اف 5 صار فلاجشيب، الرحمه يا جماعه، الرحمه. السكر انا والله ما اعتزلت من شويه والله من هالعبط اللي قاعد اشوفه. أو تكتب موضوع ماخذ اللي وراك واللي قدامك من وقتك، يجيك واحد الألف تكتب هكذا، الباء تكتب هكذا، هو تلقاه مو ناجح أصلا بالمتوسطة. أي بنت مقبلة على الزواج احذري من اثنين: شرطي مع بكالريوس وصديقة دكتور جامعة، أو مدرس نحو، أو مدقق ملائي، أو الجحيم الحياة راح تكون. طبعا اذا كان هذا الشرطي نفسه معاه بكالريوس وصديقه دكتور نحو، يا الله، ومعاه ايفون عنده كامري او لاند كروزر نفس الشيء ترى، يا الله. انا لازم اغير موضوع. حاليا اكتب خلاصه تجربتي لهواتف 2017. في عدد كبير من الاجهزه تم صلخهم على راسهم سموه بيكسل 2. هذا الجهاز اللي عبارة عن أكثر من مقلب، وأكثر من مقلب وجمهوره أكثر من مقلب، يعني جمهوره ماخذ مقلب فيه، جلدته هو جمهوره. أنا والله محتاج إجازة طويلة وأخر فيها عن الأجهزة وعن الناس وعن الردود وعن تعبت والله، تم استنزافي يعني، تعبت. هذا وأنا رد ربع الردود اللي قبل، يعني قبل أنا كنت أرد على 1000 و1500 باليوم، 1000 1500، اليوم أرد على 600 من 400 ل 600، لكن رقم كبير متعب. أنا محتاج طبعا هدك من الردود العبط هذه اللي توصلك، اللي هي الردود اللي تشل يومك، خلها هذه، أنا قاعد أكلمك عن ردود عادية سوية. فالواحد يحتاج إجازة، يعني يحتاج إجازة طويلة. عموما كان عندنا سالفة اليوم لكن تعبان أنا والله. عموما كانت اليوم اصلا خلطه سالفه على. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.